طبعاً حنحتاج اللفت أكيد. وللحشو رح نحتاج لحم مفروم، بهارات فلفل أسود، بهارات مشكلة، ملح، كركم، وطبعاً الرز. ولصلصة الطحينية رح نطبخ فيها اللفت، طحينية، ليمون، وعندنا مي ومرق الدجاج. أوكي. وآخر شيء طبعاً لا تحلو الطحينية إلا بتقشة بقلاية التوم مع الكزبرة. أحلى شيء نفس اللي مع الملوخية صح؟ رائعة. جميل. وهنا أنا أشوف المكسرات أوردي محمصة. هاي المحمصة رح نزين فيها الطبق بالأخير لأنه بتعطيها قرش كثير زاكية. حلو حلو. والرز عندنا أوردي الرز مغسل ومنقوع. أوكي. ورح نعمل الحشوة بتكون نية مش مستوية عمر، فمنحشي اللفت ومنقليه بعدين بنحط الحشوة ومنكمل ستبس الطبخ. أوكي حلو. هلا إذا عم تشتغلوا كمية بسيطة ما رح تحتاجوا، بس إذا كمية كبيرة لا بدكم تحطوها بالمي. فالآن زيت حامي نسمي بالله، تبين تنزلينها بهذه أحسن؟ هات يلا تبي سيف حط أول واحدة نزلها بالزيت. طبعاً منخليه هيك ياخد لون أشقر بسيط مش قلي يعني ليستوي النضج كامل. كم تحتاج وقت تقريباً؟ والله ممكن مثلاً 5 دقائق على كل وجه؟ يعني حسب، مش لا 5 دقائق إن توتال يعني، بس بتقلبها. أوكي. هذا اللون كتير حلو، ما بدنا نغمقه أكتر لحتى ما يأثر على صلصة الطحينية. حضر الحشوة، خليني أبدأ بالرز. رح أنزل الرز، طبعاً حكينا رز مصري أو رز حبة قصيرة مغسل ومنقوع. كمية اللحمة كبيرة عندي شوي فما رح أخذها كلها. حنحط شوية بهارات، فلفل أسود. طبعاً هذا لحم غنم صح؟ لحم غنم مفروم. شوية ضفنا عليه فلفل أسود. فلفل أسود، 7 بهارات أو بهارات مشكلة. رح نملح شوي. والكركم بيعطي لون وطعمة كتير طيبة، فبنحط شوية كركم. جميل. فإلى الآن أضافت الرز المنقوع مع لحمة الغنم المفرومة، بهارات السبع، الفلفل الأسود والكركم. طبعاً ما بنستغني عن إضافة زيت الزيتون، فرح نضيف شوية من زيت الزيتون على الخلطة. خلطة الحشوة الحين شفتك أنا أضفتي تو زيت الزيتون صح؟ زيت الزيتون بقول لك بالمطبخ الفلسطيني ما إلنا غنى عن زيت الزيتون، لازم هيك يعني ندخله. أوكي عمر فيك تشيلهم، أنا شايف اللون صار كتير حلو. أوكي. نخليهم شوية تصفوا من الزيت. هلأ في خطوة اختيارية للي بحب، إنه فينا نحطهم بمية مغلية بعد القلي ليتخلص من الزيوت الزيادة، بس بما إنه في مية مغلية؟ آه. هاي خطوة يعني اختيارية مش الكل بيعملها، بس بتخلصنا من الزيوت الزيادة اللي شربها اللفت وقت القلي. بحطوها بس بمي مغلية هيك زي كيف تتغسل من الاكسترا الاويل الزيادة. اوكي. وبتنحشى الحشوة. صارت عندنا جاهزة. حلو. ريحتها وشكلها ولونها روعة. جاهز. الحين راح نبدا نحشي اللفت. طبعا مثل اي نوع من المحاشي ما بنحشي للآخر لأنه هاي الحشوة نية مش مطبوخة، فبدنا نترك مجال للرز إنه ينفش ويستوي من غير ما الحبات تنخزق أو يطلع الحشوة لبرا، فبنترك هيك يعني تقريباً عقدة إصبع من غير ما تكون فيها الحشوة. فهلأ هاي الحبة جاهزة، هلأ بنحط عليها المرقة والمي. هلأ المرقة اختيارية بس أنا بحسها بتعطي هيك طعمة أقوى وهيك نكهة مسبكة. المرقة. الله على الصوت يجلب السعادة. الحين نغطي عليها ولا خلينا نزيد بعد مي لحتى تستوي وتصير عنا صلصة، بس كافي ما ضروري نغمرها لأنه حنضيف عليها صلصة الطحينية بس تستوي. أوكي. فهلأ حنخليها نسكر عليها ونخليها تستوي، ممكن تاخد شي نص ساعة تقريبا. راح نجهز الطحينية. هلأ الطشة لسه باقي. آخر خطوة طشة صلصة الطحينية راح نعملها. بنخلط الطحينية، حنحط عصير الليمون، احنا عم نحكي نحط رشة ملح. حلو. ونحركها. تعبير عندنا مصطلح بفلسطين اسمه من سن الطحينية. هي تتقل دائما. تتقل صح. حنزيد عليها شوية مي بعد ما يصير عندنا صوص. بحب انا ازيد شوي شوي. حلو. واحرك لحتى ايش؟ فكأننا قاعد نسوي صلصة طحينية يعني. هي بالضبط. هي صلصة الطحينية اللي ما تعرف عليها التقليدية جدا. شايف كيف صارت؟ هلا بنرجع بنزيد كمان مي لحتى نحصل على قوام مرق شوي، بدنا صلصة ما تكون سميكة. هلا انا خطوة بحب اعملها لحتى اضمن انه ما تفرط الطحينية وتصير هيك كتل بالمرقة، اني بحب يعني اعطيها غلوة على الغاز لحتى لما نحط الطحينية تكون سخنة على المرقة السخنة تبعت اللفت، وما يصير اختلاف درجات الحرارة ممكن تفرط معنا الطحينية وتصير هيك متلبك فيها شوي. فهاي الخطوة ستيب زيادة بس
تعطينا نتيجة كتير مضمونة وناعمة للطحينية. هاي غلت وصارت جاهزة إنه نزيدها على اللفت. فأجيب لي إياها هون، رح نزيدها على بعض. يا سلام، طبعاً الريحة يا جماعة، أول ما فكيت الغطاء هلا تتسبك هيك شي 10 دقائق مش اكثر، لانه كله مستوي. حلو. وبهذا الوقت رح نحضر الطشه. هاي احلى مرحله. طبعا بدنا الحبيب القلب زيت الزيتون. حلو. فالان اللي ما يعرف ايش هي الطشه، ما اتوقع الكل يعرفها، هي تقريبا كميه زيت محترمه. صح. نكهة بالثوم، معها بعض الناس يضيفون معطرات. صح. بعدين تنضاف على اخر الطبخه، بحيث ان الزيت نفسه لما تاكل او تاخذ لقمه يملى فمك، تصير النكهات نكهات غير شكل. اكتفي بهذا اللون، حنزل شويه كزبره. اوكي. ونقلبهم مع بعض. هلا بنحطهم على الطحينيه واللفت المستويه وتسبكت وكلها تمام. هلا اخر خطوه تعطيها نكهه غير شكل. يا سلام.